السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. رمضان قرب وشركي مبروك، ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. عندك يسحب ليك مش نسمح لك هاي دايكتو سامبلوم ونزعم لله في سبيل الله، مش نسمح لك لا حتى ندوز عليك العذاب النفسي والاذابي. اسمعني وعمل حلقه في ودني، مش تفتح الاوديو، عملي 3 دقائق في الاوديو بكي فيه ديالك وتحبابك، ابكي ابكي هيدا الشحطة ابكي نوح نوح من عندي انا ياه، اعتذر مني ومن عيني اللي بكيت ومن قلبي اللي حرقت ومن فؤادي، اعتذر لي من الدفرين ديالي اللي خليت على جالك، فهمتني؟ عندك يصعب لك باش ندوز لك الي بوك، والله لا كانت لك. اسمعني وفتك الاوديو، فتك الاوديو نيتو 3 دقائق، حيت 3 دقائق ان شاء الله فيديو كليب هو هذاك، ماشي نصيفطو روت انا نطلقو لك نشوهوك. اسمعني ملي تبكي بعد بكاء شديد، اعتذر مني داك الشيء اللي فات اللي قتلي، وداك الشيء اللي دابا، وداك الشيء اللي ماشي قيوه لينا ساخرين، اعتذر مني. انت سوقي سوقي هذا العذاب هذا ماشي ندوزو عليك انا، عاد نقول لك الله يسامح. رمضان قرب قرب، واش الله يبغي التجمعات العائليه والتجمعات الصحابيه، قربني ليه نقربك ليا، واش ناكلو انا وياك الشباك الجو الحريريه. رمضان قرب اللي عرضتني يومين متتاليه، النهار الثالث نجيب العرض. سبحان الله العواشر هذه ونزلوا على شي افكاريات شي فكريات دي الناس دي شحال هذه ديك المجتهدين اللي كانوا لا يقراو معنا في عفاي وصلوا دابا وحق الله مع عفاي وصلتو مليان. خاك ثلاث دار معها تقول لها المعادله واش الحل ديالها، ناقص واحد ولا زائد واحد؟ والله ما تقول لك، والله ما تقول لك، تقدر تشبر تفتح كلوه ديالها لداخل تفتحها وتعطيها لك، ما تعطيكش شنو هو الجواب ديال المعادله. الداله اولا الداله بي دلا امي. ايوا واش ماشي نقول لكم، كانت عندي واحد صاحبتي طلقوا لها راني كتب بالستيلو ديالك، نقول حق ماشي تسالي لي المداد، هذا الوجه هذا ماشي سالي المداد. انا عمري ما كنت اصلا نجيب لا ستيلو ولا، كنت هايده مجتهده من عند الله، مجتهده من عند الله. داكشي اللي طيح لي داكشي مس ما سبحان الله، حيت قلبي كان ابيض، قلت لها اخا لا تجلس قدام لا زعما القيطون على الديفطار ديالها، شكي كتبالي تما تبروري فيوصلتو دابا، يقولوا لي فيوصلتو باقي في مطاكم. فهنا خوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.